السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب الجميع يكون دايما بخير. نتكلم النهاردة عن موضوع في غاية الأهمية، معظمنا ما بياخدش باله منه. هنتكلم على الخط العربي في التصميم الداخلي، هنعرض أفكار متميزة مختلفة من خلال عرض صور عشان نشوف مع بعض جمال الخط العربي في التصميم الداخلي. فكرة استعمال الخط العربي في الانتيريور ديزاين في التصميم الداخلي. طب هيسأل الأول سؤال، هل الخطوط العربية ديت متعددة الأشكال والأنواع؟ أه أكيد، تمام. طيب هو في عندنا كام نوع من الخطوط العربية؟ تلاقي إن هما حوالين 7 خطوط من أنواع الخطوط الإيه العربية المشهورة، زي الخط الكوفي. اكتب كده معايا أشهر الخطوط عشان تعمل سيرش عليه وتشوف أشهر الخطوط اللي ممكن أستعملها عندي في التصميم الداخلي زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، سواء في الحوائط أو في الأسقف أو في قطع الديكور أو في اللايتنج، تمام؟ حاجات كتير هنشوفها مع بعض دلوقتي ناتجة من الخطوط. أنواع الخطوط اكتب كده معايا، أول حاجة الخط الكوفي، رقم 2 خط النسخ، رقم 3 الخط الديواني، رقم 4 خط الرقعة، رقم 5 خط الثلث، رقم 6 الخط الأندلسي، ورقم 7 الخط الفارسي. تمام كده يا شباب؟ يبقى دي أنواع الخطوط أو أشهر أنواع الخطوط المعروفة، يعني ممكن أعمل عليهم سيرش عشان خاطر ايه اشوف شكلها عامل ازاي. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي، قدر المصمم المعماري ان يكتب كلمة ديوان، تمام، وما يكتبهاش بس بالحروف، لا ده كمان عملها صممها بشكل ارفف زي ما احنا شايفين كده اهوت. فازاي ان المشهد ده، تمام، ادى رونق للتصميم الداخلي واداله كمان بعد تاني احنا مش واخدين عليه، تمام كده. فالناس اللي بتدور على تصميمات متميزة خصوصا في التصميم الداخلي وممكن برضو الخارجي، ممكن استعمل الحروف، تمام، او بعض الكلمات باللغة العربية طبقا انواع الحروف المختلفة في عمل شكل تصميم زي ده، رف زي دوت، ورف بيستعمل كمخزن مفتوح، اعرف ان انا احط فيه كتب او احط فيه اباجورة او غيره. كتب هي مرة محطوطة واقفة، مرة محطوطة بشكل نايم، زي ما احنا شايفين كده اهوت، ازاي ان المشهد ده اداني بعد تاني في الفراغ الداخلي شكل مختلف عن اي مشهد تشوفه في اي فراغ داخلي من الفراغات الايه المختلفه. نيجي نشوف الصوره ديت، هنلاقي ان جه المصمم المعماري في الجزء العلوي من الحائط وبدا يستعمل الايه الخطوط العربيه. هنلاقي ان في بعض الناس بتستعمل الايات القرانيه بالذات في الجوامع، في بعض الناس بتستعمل بيوت شعر، في ناس بتحط احاديث، في ناس بتحط بعض الكلمات، تمام. زي ما احنا شايفين اداني رونق وبعد تاني مختلف تماما، مش هتشوفه متكرر كتير من الايه من المباني او البيوت المختلفه في تصميم في ايه في اللقطه الداخليه في الانتيريور ديزاين. زي ما احنا شايفين مشهد بديع، تمام، ازاي ان هو يستعمل فكره ان هو يستعمل الخطوط العربيه زي ما هنا كده كتب كلمه لفظ جلال الله، وبدا يستعمل الحروف، تمام، والكلمات موجودة فوق بدل من الكرانيش. طيب أنا برضو نفس الكلام، اعتبر ده أقل تكلفة من اللي فات، قدر إن هو يستعمل حروف موجودة عندي في الحائط عشان تكون مع بعض الكلمات زي بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، بشكل بديع موجودة عندي على إيه على الحائط. أفكار كتير بنستعرضها ممكن تاخد منها افكار مختلفة تستعملها في التصميم الداخلي بتاعك. طب هنا بقى اتنقلنا من الحوائط واستعمال بعض الكلمات والايات القرآنية وممكن بيوت الشعر وغيره للايتنج، الاضاءات، سواء الاضاءة دي كانت اباجورة او الاضاءة دي كانت نجفة، ازاي ان انا اقدر استعمل اضاءة فيها بعض الايه الحروف العربية. زي ما احنا شايفين كده اهوت، ازاي اداني تصميم بديع، حتى كمان الظل بتاعها سواء في الارضيات او في الحوائط زي ما احنا شايفين كده اهوت، الخيالات شكلها لطيف، يعني شكلها مختلف عن النجفه التقليديه. نفس الكلام ان اهوت الاضاءات الموجوده عندي، ها، زي ما بنقول كده الاباليك اللي هي بتتعلق عندي على الحائط او حتى على سطح المكتب لو هي اباجوره محطوطة فوق الكمود، أو لو أنا عندي مكتب بحطه فوق الترابيزة أو غيره، تمام. زي ما احنا شايفين كده هو التصميمات مختلفة نابعة من الخطوط العربية، سواء بستعمل لفظ الجلالة أو بعض الآيات القرآنية أو بعض بيوت الشعر أو أي عبارات ممكن أستعملها
حتى كمان دلوقتي بقى في بعض الناس متخصصين يعملوا ابجرات لاصحاب المستعملين نفسهم، سواء كان ولد او بنت. هبقى ان شاء الله نستعرض افكار زي ديت في فيديو بعد كده. عايزك بس تركز معايا وتشوف قد ايه الخطوط العربيه موجوده عندي ادت لي بعد تاني خالص. حتى كمان التشكيلات الموجوده عندي، ها الموجوده عندي على الحائط كباترن، ادتني بعد تاني مختلف في التصميم الداخلي. هنا حتى لو انا مش هعمل حاجه واخليها ساده خالص، تمام، عشان خاطر التكلفه تقل كتير، قد ايه الانعكاس بتاع الاضاءه، تمام، التصميم نفسه بتاع الاباجوره شكله مختلف عن باقي الاباجورات، حاجه في منتهى الابداع. بص كده بعض الاكسسوري بنستعرضها اللي ممكن تتعلق عندي، ممكن بستعملها في مقبض سواء كان الباب او غيره، ممكن بحطها كحليه زي اللوحات وغيرها على الحوائط، تمام، تديني بعد جميل. هنا ترابيزة شكلها مبتكر، ترابيزة شكلها مبتكر ازاي؟ ان في عندي جزء العلوي اللي هو الرف اللي بحط عليه ادواتي وحاجتي، تمام، والرجل بتاع الترابيزة نفسها نازلة كيرف وطالعة تاني، تمام، عشان تتحمل عليها الايه، تتحمل عليها الرف، وبدأ الخطوط العربية تلف معايا. التصميم شكله بديع ومش متكرر ومش متداول، مش هتلاقيه، تمام، خصوصا كمان في البلاد العربية مش هتلاقيه تماما. انت كده بتعمل حاجة بعيد عن الفكر الغربي، بالعكس فكر الغرب لما هيشوف حاجه زي كده هيستوردها منك، هياخدها منك، ان هو بيفتقر للموضوع ده، هو بيفتقر لجمال وزخرفه وهندسه الخطوط العربيه. نفس الكلام ان هو لو انا عندي طاوله او عندي كرسي علوي وغيره، تمام، ممكن ان انا استعمله واحط عليها خطوط العربيه باشكال مختلفه. هنا الكراسي، تمام، زي الكرسي اتصمم بشكل بحيث يبقى ظهر الكرسي في بعض الايه، خطوط العربيه. هي نفس الكلام الساعه، ها زي الساعه نفسها اتصممت بشكل مختلف بحيث ان استعملت من وحي وجمال خطوط الايه، العربيه، سواء بستعمل ايات قرانيه او غيره. فالموضوع ليه بعد في منتهى الاهميه، ليه بعد فلسفي وبعد رمزي وبعد جمالي في منتهى الجمال، في منتهى، تمام، الروعه، في منتهى الابداع. ممكن القرش بتاعي، مش كده، القرش الداخلي خصوصا لو عندي في جامع، تمام، او في منزل، في بيت، في فيلا، في اي منشأ، طبعا في منتهى الابداع، وخصوصا كمان لما يكون الباك جراوند بتاعتي زي ما احنا شايفين كده اهوت لون واحد بس، مفيش فيه زخرفه تانية، فبالتالي انا باكد على الحروف والكلمات العربي اللي ممكن احطها ايات قرانيه، خصوصا لو بصمم مساجد، مش كده، فكاني بقى مظبوط عليها، فالداخل هيشوفها من غير ما يبقى فيه حواليه اي شوشره. فدي برضو حاجه في منتهى الاهميه انا محتاجها ان انا استعملها في التصميم الداخلي بتاعي، خصوصا كمان في تصميم المساجد. هنا زي ما احنا شايفين كده بعض الكراسي بدا يستعمل عليها الخطوط العربيه. هنا بقى كل الباك جراوند بتاعتي نبع من ايه، خطوط العربيه. ممكن استعمل بعض الكلمات، تمام، او بعض الايات القرانيه او بعض الاحاديث، ساعات بعض بيوت الشعر، ساعات بعض الكلمات المهمة فيها عظة وعبرة، أو زي ما أنت عاوز بقى. فزي ما احنا شايفين ممكن تكون باللون، ممكن تكون من خلال الصور، ها ممكن تكون من خلال التابلوهات، زي ما احنا شايفين كده اهوت، ممكن تكون عندي في الريسبشن، ممكن تكون موجودة عندي في الصالون، ممكن تكون موجودة عندي في غرف النوم وغيره، تمام. يعني أنت ممكن تستعملها كناحية ديكور، تمام، رقم واحد. ممكن تستعملها نوع من أنواع أنت بتشد الانتباه لحاجة معينة، دي رقم اتنين. نبع منها افكار غير تقليديه، رقم 3. الخط العربي مش متداول، فبالتالي بتدي انطباع وصوره بصريه مش موجوده في مكان تاني، تمام. ففي حاجات كتير ممكن اخدها من فكره استعمال الخط العربي في التصميم الداخلي احنا بنشير ليه، لان احنا للاسف معظمنا بنجهله ومش بنستعمله، خصوصا في المشاريع اللي احنا بنصممها، تمام. والفكره في استعمال الخطوط العربيه مش شرط يكون بس جوه الفراغ، ده ممكن كمان الاوت لاين من بره، تمام، استعمل باترن فيها خطوط عربيه. ان شاء الله هبقى ادور على صور واجيب لك فيديوهات فيها الموضوع ده، اهو ان انا بستعمل باترن بره امام الشبابيك، تمام، بحيث تبقى الباترن دوت اللي ماشي معايا زي فكره الكوليسترا باترن، تمام، ماشي معايا في كامل الواجهه، نبع من الزخرفه وخطوط الهندسيه، الزخرفه الهندسيه، ونبع كمان من خطوط الايه، العربيه. فهتلاحظ دايما حتى في الحضاره الاسلاميه كان دايما الفكره الزخارف نبع من لاما ايه بقى، لاما اشكال هندسيه، ده رقم واحد، يا اما اشكال نباتيه، ده رقم اتنين، يا اما رقم 3 بقى اللي هي ايه، اللي هي الخطوط العربيه. فاصبحت الخطوط العربيه
تعتبر حاجة في غاية الأهمية، نوع من أنواع الزخرفة اللي كان بيستعمل قبل كده هوت، وللأسف يعني إحنا دلوقتي حاليا بنجهله، وإن إحنا المفروض نتيجة التكنولوجيا المتطورة اللي ظهرت معانا ده هي المفروض تتطور معانا وتظهر في أبهى صور ليها في المشاريع بتاعتنا، تمام كده، سواء في التصميم الداخلي أو في التصميم الإيه الخارجي. كده يا شباب احنا خلصنا من خلال عرض الصور على سبيل المثال لا الحصر افكار متميزه ومختلفه من خلال عرض مجموعه صور مختلفه بتبرز جمال الخط العربي في التصميم الداخلي. الموضوع يا شباب في غايه الاهميه، معظمنا بيجهله سواء في التصميم الداخلي او في التصميم الخارجي، عاوزين نستعمله في كتير من المشروعات اللي احنا بنصممها، تمام كده اهوت، عشان نبرز جمال الخط العربي والمشروع بتاعنا يظهر بشكل غير تقليدي. شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم دايما بخير، دكتور كمال الجبلاوي.